الأولوية للحدث متابعينا الأكارم وتصريحات وزير التربية الوطنية في ميكروفون الشروق الإخبارية فلنتابع. عندك أسلوب رائع في استدراج الأبناء باش هما يكونوا الكفاءة تاعهم. مشكورة ربي يوفق إن شاء الله. لكم كل التوفيق وعبرك توجه لكل الأساتذة في اليوم. نهنيهم على رجوعهم إلى العمل وأوصيهم خيرا بأبنائنا وبناتنا. كيما راكي تتعبي هنا وتخدمي وديري في مجهود باش تنجحي في المهمة تاعك. عندنا قرابة 600 ألف أستاذ ويقوم بنفس المهمة. كلهم يمتهنون مهنة الرسل والأنبياء. حفظك الله وحفظ كل الأساتذة وكل موظفي القطاع. دخول مدرسي إن شاء الله موفق. ننتظر منكم الكثير وأنتم تنتظرون منا الكثير، لا سيما صدور القانون الخاص اللي إن شاء الله يكون مفخرة لكم والدولة والقطاع. وبلغي التحية لكل الأساتذة في هذه الولاية. مشكورة جدا. شكرا بارك الله فيك.